كنت سامع الحمار لما يتطرع. انا هوريلك، انا هعلمك الادب، انا لازم اشكيك ليه بهبوزي. الله، انت متجوز؟ ايوه متجوزه. متجوزه؟ ليها زوج؟ ايوه والله العظيم، والله العظيم. وشافها؟ يمكن واخدها خلاصتها. بهبوزه ايه؟ يا ساتر، شايف عامل ازاي؟ انت عارف الجزمه لما الواحد بيحطها في الشمس فوق السطوح وتقوس؟ انا هجيب لك قرار. يا استاذ دغول، انا شو تفاهم؟ استنى. ايه؟ مين؟ سيد؟ سيد مين يا استاذ؟ عيب كده. لا مش سيد، عيب. يا ابن الذين كنت زميلي. انا مش زميلك ولا سيد، عيب كده. لا انت عملت عمليه ايه؟ عمليه ايه يا استاذ؟ عيب. انا مش سيد والله. الله، مش سيد؟ لا مش سيد. امال ايه؟ انا انثى. انثى؟ ايوه انثى. لا متجوزه؟ طبعا متجوزه. ليكي زوج؟ طبعا ليا زوج. يا ساتر. ايه؟ والله العظيم. والله العظيم. وكان شاب؟ الله يكون عمود. ايوه كان شاب. راح لابوك وامك وطلب ايدك؟ ايوه راح لابوك وامك وطلب ايدي. يمكن طلبها الاعدام. لا سيدي، ما بهزرش. صحيح افندم، ليكي زوج؟ طبعا ليا زوج. ضرير؟ لا مش ضرير. يعني مشوف؟ ايوه مشوف. طب صحيح افندم، يعني في الاول في فترة النكهة، ايه ده؟ في فترة الخطوبة، ايوه، كان بيقعد معايا ويقول كلام حب؟ طبعا كان بيقعد معايا وبيقول كلام حب. يمكن قبل الحبسة. حبسة ايه يا بنات؟ ما فيش حبسة. نفسك كنت حلوة، ناس على وش أهلك بجوع. أيوة بس كده ما تفكر، اعتني نفسك. خلاص خلاص، يا غلبان سامحني يا رب. سيب المنديل بتاعك وحط له حتة دكوشة وابن حمام. يلا منديل ايه وهتام ايه؟ أنا لازم أحضر الحفلة. لا 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 لا، تحضري الحفلة أول ما تبص في التورتة هتبقى طرفة. مش معقول، أنا قربت أفقد السيطرة على نفسي. إيه؟ قربت أفقد السيطرة على نفسي. هتسيطر على نفسية؟ مش عاجب دي يالا.
اتفضلي يا هانم. لا لا يا عليك سيطره. اتفضلي يا هانم يا استاذ. اتفضلي يا هانم. مشكوره. قوم يا ولد قوم اعتذر لها. قوم دي المرات المسؤوله دي. قوم لو قال العدنان دي هيودينا تايه. عايز تروح عدنان دي؟ لا 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 عدنان دي. طب قوم قوم. طب يلا. لا هو في ضرر لعدنان دي؟ ايوه طبعا. لا خلاص يلا ماشي. اعمل ايه؟ اعتذر لها. انا اسف. ما ينفعش. خلاص بوس راسك. فتح علينا بلاوي المعفنه. انا عشان عدنان بيه حبوس جزمتها. بقى تبوس جزمتها وما تبوس راسها. الجزمه اضمن. يلا بوس وخلصنا. حاضر يا فندم. ايوه بوس وخلصها. يلا